قسم بالله العظيم اسمع اسمع يعني تحسب بس اخلي التيك توك يرجعوا الحساب غصبا عنك غصبا عنك سواتك العافية شوية الله تكلافي اذا تبيها توصل هنا اغلط قسم بالله العظيم اني لا اسحب سحب واتلتا لا انت ولا الشخص اللي دزك تمام يدري توجعني اصص ولا كلمة اصص تنسى الاشتراك واللايك بقلنا شوي على 500,000 متابع ولكن قبل ما نبدأ في مقطع اليوم عندنا من أحد أفضل تطبيقات الألعاب تطبيق استيسي بلاي منصة كل اللاعبين يقدم لك كل شيء تحتاجه وتقدر تسوي كل اللي تبغاه شارك وتابع الناس اللي تحبهم وقابل جيمرز اللي زيك وزيادة على كذا عندهم متجر خرافي في كل احتياجاتك من أجهزة وبطاقات الشحن صحوبات ومسابقات خرافية للمتفاعلين داخل المنصة بشكل أسبوعي وأسبوعيا في سحب على سماعات هايبر اكس لنهاية السنة وسحب اسبوعي وشهري على اجهزة منوعة واكسسوارات العاب مخصصة للناس اللي يجمعون نقاط كل يوم داخل المنصة تفاعل وتابع الناس وانشر المحتوى عشان تدخل في هذا السحب واذا انت لعيب وفنان مضبطينك ببطولات رهيبة وجوائز كبيرة كل فترة عاد اذا تبي تدلع نفسك عندهم متجر الكتروني يوفر الاجهزة وزيادة على كذا تقدر تقصد اي جهاز تبيه عن طريق تابي وما ننسى يا جماعة الخير قسم اللي من خلاله تقدر تشارك آرائك وخبراتك أو لقطات من ألعابك وتتابع مشاركات المهتمين بالألعاب وإنجازاتهم وبتلقى فيه محتوى حصري لأكبر مشاهير الألعاب وفيديوهات وميمز برضو رهيبة هذه غير التحديثات والمميزات الكثيرة اللي دائما يطورونها وينزلونها للمستخدمين اكتشف أكثر وسجل الآن وتقدر عادة تسجل بأي طريقة بكل سهولة تقدر تسجل عن طريق جوجل أو عن طريق تويتر أو فيسبوك أو حتى عن طريق الإيميل والتسجيل يا جماعة الخير سهل ومجاني وهذا حسابي داخل تطبيق استيسي بلاي لا تنسى تتابعوني فيه سلسلة مزاد المطفرين القادمة راح تكون داخلة الرابط موجود في الديسكريبشن استمتع في المقطع تكون طالع برا البيت قررت انك تدخل حسابك في التيك توك جيت تدخل ما قدرت تعتقد ان هذا الشيء كان بس مجرد خطأ داخل التطبيق بعد ما يقارب نص ساعة تجيك رسالة على الانستغرام شخص يقول لك اذا تبي حسابك ادفع مبلغ 10,000 ريال مرحبا مساء يا جماعة الخير مقطع اليوم ترى مختلف مدري كيف والله مدري كيف كنت طالع يا جماعة الخير بالسيارة الا جيني رسالة على انستغرام شوفوا تخيل راسل لي صورة يقول هذا حسابك تبيه قلت له حياك ما خلصته من ذي الحركات قال تبيه ولا لا حط استفهام يعني انه ضايق يعني فهمتوا تأكيد ابيه برضاك ولا من غير رضاك لانه حقي قال ها نظامك كذا بعدين كتبت له بارد وجه انت حتاخذ حسابي تقول تبيه قال تبيه ادفع 10,000 ريال ها طيب خلاص ما في مشكلة اعطني حسابك البنكي ابغى انا بحول لك هدفي من هذا الشيء عشان اخذ رقم حسابه واطلع اسمه ومكانه وكل شيء قال لي 10,000 ريال ويعني ولا تناقشني الموضوع ذا قلت طيب عطني البنك حقك قال حبيبي بيتكوين لي بي تي سي على بالك بعطيك حساب البنكي عشان تجيب اسمي توقع انك تسواها كثير مو اول مره يسويها قلت خلاص اذلف يا رجال وخلي حسابك لك يعني. المهم يا جماعه الخير حسيت صدق ما في امل انه يرجع الحساب رحت بكلم شركه تيك توك وارسلت لهم وانتظرهم يردون هذه اللحظه يا جماعه الخير تواصل معي شخص عن طريق الانستغرام وقال لي السلام عليكم اسامه ابغاك بموضوع ترى اللي ماخذ حسابك دخلت علينا ديسكورد قبل شوي بعدين كتب حسابك التيك توك واذا تبي رقمها قول لي كتبت لحياك الله لا انت يا شيخ ايوه ارسل لي رقم تكفى وارسل لي الرقم والان راح نتصل تم تغيير جميع الاصوات الموجوده داخل المقطع لتجنب الامور القانونيه عشان يطلع لك الكلام واضح بشكل دقيق اضغط على زر الترجمه اللي موجود تحت وراح يصير الكلام واضح مره الو السلام عليكم الو وعليكم السلام مرحبا كيف الحال؟ إيه هلا حياك الله الحمد لله مين؟ انا اللي اخذت انت شو اسمك؟ ايش تبي باسمي؟ صوتك يقطع ترى انت مين اول شيء؟ كيف جبت حقمي؟ كيف جبت حقمي ذهبة؟ حبيبنا إيه هلا هلا والله كيف حالك طيب؟ انت ولد ولا بنت اول شيء؟ الحمد لله تمام ايش دخلك كذا انا ولد ولا بنت؟ ايش تبي فيني؟ طيب اسمع اول شيء قل لا اله الا الله وانا اخوك طيب الله يسلمك انا اللي انت اخذت حسابه حق التيك توك حصلت الرقم حقك تمام؟ طيب ايه ما ابغى اطول السالفه واوديك الجهات مختصه ويحققون معاك ويسحبونك مع اذنك تمام سواء كنتي ولد او بنت تمام فهمتني ايش السالفه اختي ما ادري انت عندكم ولد صغير حاط الرقم هذا في حسابي عندك اخو صغير عندك ولد صغير انا رقمك طلعته محطوط في حسابي هو يا اخي تكفى الحين ايش تبغى الحين معليش معليش ركز معي موجوده انا طيب اوكي موجوده عندك اخو صغير انا ما ابغى اظلمك عندك اخو صغير حتى لو في يعني ايش بيفرق يعني يا اخي تكفى خليك معي بس متجاوبه شوي لان الموضوع ترى فيه شرطه وفي تحقيق بعد فتره خليك معي متجاوبه عندك اخو او ولد صغير او اي او لا عشان ننهي الموضوع ايوه طيب الله يسعدك اخوك هو ولا ولدك اخوي طيب اخر من عطاك الرقم ترى صوتك يقطع شوي لو تروحين لما الشباك عشان الابراج او شيء رقمك في
في احد عند الشبك شويه ضعيفه. طيب ما في مشكله، رقمك اخر من خذاه واستخدمه، في احد استخدم رقمك وجاك رساله نصيه؟ هذه الصراحه ما طالع في الرساله النصيه، بس كثير تجيني رسائل نصيه الفتره اللي راحت. طيب الله يسعدك. اخوك كم عمره؟ ترى اخوك مسوي مشكله كبيره، انا ما نجي احقق معاك. ترى اخوك مسوي مشكله كبيره اذا كان هو مستخدم رقمك، تمام؟ او اذا انت كنت شخص او بنت تلفين وتدورين، ترى انت راح تتحاسبين قانونيا، انا اقول لك اياها من الان ترى. وخليك معي صريحه وواضحه، لا تقعدين تلفين وتدورين لو سمحتي. طيب تمام. في واحد ماخذ رقمك ومستخدمه في داخل حسابي وساحب حسابي، تمام؟ بطرق من الطرق جبنا الرقم، حساب خاص فيني في السوشيال ميديا، تمام؟ ايه، وبطرق من الطرق جبنا الرقم وطلع الرقم، هذا هو الرقم، تمام؟ يعني مستحيل تجحدين، ليه؟ لان الرقم ينحط بعد يجي كود تحقق، اوكي؟ حلو. يا سلام، من اخر شخص استخدم رقمك هذا؟ بصراحه انا مو بقول كلام بعدين تجيني مشاكل ولا شيء صراحه. كيف يعني؟ يعني ما افضل اني اجاوب صراحه. اقول اختي يا لو سمحتي، موضوع ترى في حكومه، انا اقول لك من الحين، وانت تعرفين عاد الحكومه السعوديه، قسم بالله العظيم لو بغوا يجيبوننا كلنا خذونا وحطونا عندهم، انا اقول لك من الان. ما نختلف اكيد، يعني اكيد. اي اذا انت او انت صراحه يعني ايش فيك؟ شو تتكلم؟ ايوه ارسلني عليك شخص، ارسلك علي؟ ايوه. وش يبي يرسلني؟ يعني انت اللي داخل الحساب؟ الو، اللي نقدر اقول انه شخص ارسلني عليك الصراحه اختي. شخص قريب منك مره مرسل علي بنت. اوكي طيب اسمعني او اسمعيني، شخص مرسلك علي وش يعني بتبتزيني؟ اسمعي انت بتبتزيني يعني؟ ولا يعني انت اللي داخل حسابي؟ انت اللي مستخدم حسابي التيك توك؟ يفرق معك يعني من حسابي وحسابك؟ طيب معي ولا لا؟ اسمع انا والله ما ابغى الف ولا دور، تمام؟ ولا ابغى اطول معاك السالفه وهي قصيره، اوكي؟ عندك خيارين، راح اعرض لك خيارين، اختاري واحده منها، تمام؟ واحده منها هي اللي راح تكون مصيرك، اوكي؟ تبغى ارفع قضيه، تمام؟ واخليهم يسحبونك وطالب تعويض مادي، راح يكون فيها سجن، راح يكون فيها اشياء كثيره، ولا تبي صراحة اعطيك اياها من الاخير؟ كيف؟ هذا شخص صار يوم على المشاركة نهائيا، قلت لك اياه، شخص ارسلني عليك، الشخص انت تعرفه كويس. يعني في شخص ارسلك علي؟ اي بالضبط. ومن الشخص هذا؟ ما اقدر اقول، بس انا شخص مرضى قريب منك. قريب مني وارسلك علي عشان تاخذين حسابي؟ يعني اخوي او اختي السلام عليكم، ركزي معي شوي بالله، روحي عند شباك لان صوتك يقطع، هذا الشيء الاول. يعني في واحد من اخوياي دازك علي صح؟ هذا اللي صار، بدي اقول لك انا من اول يعني. تمام. شخص ارسلني عليك. والشخص هذا اتكلم الصراحه. والشخص هذا قال روحي عند اسامه صالح وهكري حسابه، يعني انت اللي مهكر حسابي يعني؟ تسمعني؟ صراحه انا فاهم اتكلم وديني مشاكل، بس انا اللي قلت لك شيء واحد. ايه اسمعك. ايه اسلم. بس اللي ارسلني عليك الشخص يعني تعرف انت كويس. يعني واحد من اخوياي. يعني ارسلك علي واحد انا عارفه كويس، مشهور هو يعني؟ ما يهم اذا انه مشهور ولا لا، بس شخص انه صاحبك هو. وش قال عني طيب؟ وش قال؟ وش ليه ارسلك؟ عشان وش قال؟ بس اخترق حسابه كذا وبعده بنرجع حسابه سواليف بزرانه هي، ولا وش قال بالضبط؟ لا لا لانك شخص ما ودي اقول صراحه. طيب اوكي، الشخص هذا تمام وش قال لك عني؟ يعني انت تعرفني الحين، انت يوم تدخل حسابي تعرفني زين، انت 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 انت, انت او انت تعرفيني زين؟ الصراحه ما يفك كويس، بس جربت شيء وضبط معي ودخلت حسابك. ابغى افهم، في شخص مرسلك ولا معليش في شخص مرسلك ولا قاعد تجرب عشان افهم؟ شخص ارسلني وجربت شيء وصلنا ضبطت معي ودخلت حسابك. يا ولد سقين امه انت، سقين امه انت، وش سواليف انت؟ تعرف فيك انفصام شخصيه؟ فيك شيء؟ في احد مرسلك ولا قاعد تجرب؟ قل لي. خلاص شوف، انا قلت لك مالي مال مشاكل، ما دام الدعوه بتوصل حكومه ومشاكل وهذا، انا قلت لك اياها من الاخير. قسم بالله العظيم، اسمع 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 اسمع، دام موضوع وصل هنا، قسم بالله العظيم. اه والذي رفع سبع، تمام؟ والله ما ابغى احلف على شيء. طيب اتمنى ان الوضع يكون اسمع 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 يا اخي اسمعني اسمعني بس، اقسم بالله العظيم لو تمادى ثانيه واحده او تمادى بخطوه واحده، قسم بالله العظيم لا انت ولا الشخص اللي دزك، تمام؟ مو تحدي، لا لا ما اقول لك مو تحدي ولا تهديد، ولكن بما انك تخطيت مرحله وقاعد تتكلم باشياء ثانيه وتقول شخص، تبغى تشككني باخوياي اللي حولي؟ ترى قسم بالله العظيم اسمعني، قسم بالله العظيم تتمادى بس درجة واحدة، اقسم بالله اسحبك لين عندي واعرف كيف اتفاهم معك. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، اذا كان صدق في واحد اسمعني، اذا كان صدق في واحد دازك كيف؟ ايوه، اذا كان في واحد دازك اقسم، شفت اللي دازك هذا؟
تمام؟ هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث لو ما يرجع الحساب خلال 10 دقائق بس لك ايه لا تحسبنك بتطول 10 دقائق ان يصير فيه كنون وما يعلمون وانت كلامي معاك ومع السلامة. يما نرفزني والله نرفزني طلعت كل عروق حرفيا واه نرفزني ايش قلة الادب ذي اعوذ بالله والله نرفزني والله عتوني محجم ومطلع الدم كله شوف يعني انا اصلا ادوخ وانا قاعد اكلمه حرفيا نشوف ايش يصير. طيب يا جماعة الخير بعد ممكن ما يقارب 5 دقائق تواصل معي الشخص هذا اللي كنت اكلمه في الانستغرام وقال لي يا اسامة انا مالي دخل وهذا رقم الشخص اللي سحب حسابك ودزني عليك واتصلت عليه الان. الو الو تسمعني؟ الو هلا والله كيف الحال؟ الحمد لله تمام. اخبارك طيب؟ طيب الحمد لله. بس مين؟ الحمد لله. يا مرحبا يا شيخ حبيبنا شو اسمك؟ اخبارك؟ امورك زينة؟ كل شيء زين؟ الحمد لله لك الحمد. بس من معي؟ انت مين؟ انت فرعية تقول انت مين؟ اوكي طيب اخوي انا بس عندي سؤال ولا ابغى اطول حرفيا والله لاني في اشياء وعندي اشغال وعندي اشياء كثيرة تمام؟ تمام. تعرفني انت زين؟ تعرف صوتي هذا؟ تعرف انا مين؟ صراحة صوت مغرب. طيب حبيبنا الله يسلمك. انا الشخص اللي انت ماخذ حسابه في التيك توك اوكي؟ اوكي. اي نعم عرفتني زين الحين؟ اي عرفتك عرفتك ايه؟ يعني زين يعني انت قاعد تثبت لنفسك انك انت ماخذ الحساب صح؟ لا بس عرفتك يعني اخوي معلش خليك صريح واضح معي تمام؟ شوف تقطيعة الصوت اتوقع انت والبنت او الولد اللي قبل شوي احس انكم كلكم ساكنين في نفس البيت هذا الشيء الاول استنتاج يقول كذا تمام؟ طيب ايه اخوي حساب التيك توك انت مرسل شخص علي اي او لا؟ انا ما ادري فاهم انت ايش تقول بالضبط يعني حبيبي انا تعرف شو ابغى اعلمك انا شو ابغى اعلمك شو ابغى انا يعني اختصر الموضوع ايه بختصر لك الموضوع انا بختصر لك الموضوع ان شاء الله وبتزيل الامور باذن الله وبادبك مع اختصار الموضوع هذا الله يسلمك عندك طريقين تختارها تمام سلمت كلافي شويه الله تكلافي الاسلوب الله تكلافي اخوي انت خليت فيها اسلوب انت بارد وجه انت ماخذ حسابي وتقول لي اسلوب طيب هنا خلصني ايش تبغى الحين انا ابغى الله يسلمك الشيء الاول حسابي بترجع اي او لا هذا الشيء الاول لو قلت لك ما مرجع مثلا ايش بتسوي اها اذا قلت ماني مرجع لا في خطه ثانيه اذا قلت ماني مرجع الله يسلمك على طول بتجي للشرطه وتعرف عاد الشرطه انت ايش يسوون فيك لا انت ولا اللي معك ما نختلف ايوه اكيد خفت الحين صايم قلت شرطه صح لا تلوك من بيتكم عرفت صح ولا لا اسمعني انت اي اسمعك انت من وين اخوي الصراحه الاسلوب هذا ترى ما يناسبني صراحه حبيبي يعني على حسب الاسلوب يعني بترجع يعني اكون معك محترم يعني تبيني اكون معك محترم بعد ما تتخطى خصوصيتي طيب الحين يلا طيب الحين ايوه ابغى حسابي تردوا الاي ولا لا الاخير اذا ما تردوا الشرطه لا حبيبي نتفق وانا قلت لك ما عندي مشكله ارجع لك حسابك بس الله يعطيك العافيه اذا ما عليك امر يعني يا اخي سوق امه انت حبيبي الو صاحي انت كم عمرك انت عادي مو مشكله يعني ايش احسن تعطيني الحساب ولا بابط في ازرار ابيع لك حسابك ولا كان موجود يعني انت تبغى اوكي اذا انت تعتقد انك انت وصلت مرحله انك تطير حسابي انا الحين اكلم شركه تيك توك خلال يومين يسحبونه ولكن ما راح اخليها تعدي يعني تعزب بس اخلي التيك توك يرجعوا الحساب غصبا عنك تمام غصبا عنك تمام طيب اتمنى انك ما تغلط يا سامع ده لا اغلط اذا تبيها توصل هنا اغلط ولا اراك شيء حبيبي لا قص كذا معي فكر الله يعطيك العافية حبيبي لا تحسب انك ماسكني مع اليد اللي توجعني قص ولا كلمة قص لا تحسب انك ماسكني مع اليد اللي توجعني قسم بالله العظيم والله العظيم انا داخل المملكة العربية السعودية علي بالحرام ها ان اتصال واحد على الشرطة ان يجيبونك انت ولي امرك والشخص الاول اللي معاك ويغرمونك ويسجنونك تمام يعرفون كيف يتفاهمون معك والقانون لا يحمل المغفلون اذا انت تتعدى على خصوصيات الناس وتقعد تتكلم علي لا انا ستوب انا اتكلم عليك ايه لانك انت غلطان علي اذا بتقل ادبك تطلب فلوس وداخل حسابي لا انت كذا بارد وجه وقاعد تتمادى مو بارد وجهه بس يعني شلون يعني انا على طول كذا مبارد مبارد اعطيك الحساب كذا والكلام شيء صعب يعني تبغى فلوس انت يا ابو فلوس هذا شيء طيب. يعني عادي حسابك شيء فلان خلاص طيب عطني حسابك البنكي طيب ثواني واتصلك ثواني اتصلك ده لا عطني شوي الحين حبيبي لا تقفل تروح تتشاور وتكلم ناس لا تقفل عطني حسابك البنكي بنكي راح احول لك فلوس طيب وش يضمن لا اعطيتك الحساب تحول لي فلوس انا بحول لك فلوس بس عطني حسابك البنكي ابشر تبي فلوس انت صح انت مسكين تاكل فلوس الناس بالحرام صح اعطيك فلوس ما عندي مشكله لا مو حرام ولا شيء يا حبيبي يعني هذا حلال اللي قاعد تسويه أقول لك شيء غير ممحي الله أنا شوية فيه وأجيك صلاحة لأنه ما عجبني الوضع والإتصال شوية واتصل عليك مع السلامة
هلا حياك مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صباح يا شيخ، ارسلت لك على نفس الطريقة هذا على الواتس. ايوه الايميل وما سيرفي، انا مش اسمع والله من شاتي، ما توقعت انه توصل لهذه الامور، توقعت انك بتتنفس واتمنى اني ما توصلها لمشكله اكبر من كذا، واتمنى انك تسامحني. طيب اخوي بسالك سؤال واحد بس، اسمعني. اي قول تفضل. اي سؤال واحد. اي اسمعك اسمعك. انت عديت على خصوصيه شخص او لا؟ اي او لا بس. صحيح. طيب يا جماعة الخير، لو كان الشخص اللي قدامك كان من كان، دام الشخص اللي قدامك اخترق خصوصيتك وتعدى على ممتلكاتك او الاشياء اللي تخصك، سواء كانت حساب او سواء اي شيء ثاني، انتبه تسلمه اي مبلغ لو يطلب نص ريال، والناس اللي يتعاملون نفس كذا انتبه ترحمهم، لو رحمتهم في المرة الاولى راح يتمادى ويستمر، وانتبه تتنازل عن حقك لو كان بسيط. فالشخص اللي قدامكم هذا هو اقرب مثال للشيء اللي صار لي. جماعة الخير ما كنت متخيل ان في ناس توصل للبجاحة هذه، او في ناس قاعدة تتسلى على خصوصيات الناس، او سواء كانت مال او سواء كانت ممتلكات خاصة. للأسف لو قلت لكم اني راح اعذر هذا الشخص، فانا متأكد ان في شخص ثاني راح يتضرر. عشان كذا يا جماعة الخير قررت اني استمر في القضية وما اتنازل عن حقي نهائيا، لاني اخاف ان في شخص بعدي يطيح في هذا الفخ.